معايا فاتي. اه اختي سميه اللي معايا. يا اختك سميه يا حبيبتي، اختك سميه مرحبا بيك. كيف بقيتي؟ لاباس عليك؟ لاباس عليا الحمد لله، انت لاباس عليك؟ الحمد لله. انا اختي انا كفزت صليت عليك كالريزو ما شدنيش واليوم اشد لك. دابا شد يا خيتي. ايوا دخلي في الموضوع، شرقي ورقه وتقبيه ودخلي في الموضوع قبل ما يمشي يهضر لك. عطيني الريزو، راه الدنيا وزبا، الريزو ما فيه ثقه. حنا بغينا سي جوج، حنا بغينا سي جوج يكون معقول. انا وين معقول؟ بغينا نتزوج اخيتي. هو كاع اللي كيعيطوا لي بغاو يتزوجوا، عا كيعيطوا لي باش يسولوا عليا في سبيل الله. مخير فيكم عنده فيا غير غرضه. انا اختي فاتي من فاس. فاتي، واد فاتي دي شنو معناها؟ فاتيحه ولا فاطمه ولا شنو؟ فاتيحه ولا فاطمه ولا فاطينه؟ حيت اختي دابا الراجل فاتيحه من فاس. سمعي سمعي، سكتي داك الموسيقى الكل، طفي داك التليفون، طفيو ليك ودنيك ان شاء الله. قولي امين. صمكتينا يا الموسيقى الكحله. ليو لي سيلونس تريكي عزيز بغونا شي اشعار. قلتك انا فاتي من فاس. وفاتين وفاتيحة. اه نعم. سميتك فاتيحة ياك؟ اه سميتي فاتيحة. شحال في عمرك؟ اختي 48. وفاتيحة 48 عام، مازال كتسمي راسك فاتي. راه فاتي كتقولها مولا 16 عام، مولا 18 عام جات معاها مولات 20. شتي عاد فوتي واسمعي، وعاد فوتي 20 عام حشمي تقولي للناس انا سميتي فاتي. حشمي حشمي ياك لالا. وايه وايه ما بغيتش اسمعيني. قالك الله يجيب اللي فيقنا بعيبنا بعيبنا. وايه ها ارحم بابك. قالت لك فاتي 48 عام مازال كتقولي فاتي. حشمي شويه. انت من فاس ياك؟ من فاس. اييه انا من فاس اختي. باينه. اش بلاصه في فاس؟ فاس هادي زواغه. زواغه فزواغه كيعيطو فاتي. شديت فيك اليوم طلعت عليك. هاد حكي اختي سميه. سمعي سمعي ها اللي قلت لك، قلت لك راه غادي يبقاو يقشوا عليك الناس. قال لك واحد الميريكاني هنا قال لك راه فاتي عندنا بالانجليزيه هي الغليظه. واخا عليك صابر. والشكلاط والشكلاط صابر. واخا لالا مزيان. قولي لي يا لالا فاتيحه، انت هي عزبه ولا فايت فيك الزواج؟ لا اختي عزبه. اختي عزبه ديك فاتي اللي مخليك عزبه صالدروك. ها ودني منك بدليها بدليها. اللي عيط لك فاتي بلوكي، قول لهم انا سميتي فاتيحه باش تزوجي. دابا راه الراجل راه يخاف يتزوج بوحده كيقول لها فاتي، عرفتي علاش؟ غيقول لي مقابلة عالسباغة ومينيكير وبيديكير. هو راه خاصو لي تكرط الدوارة نهار العيد، هو راه خاصو لي تكرط ليه الدوارة صاحبتي. ويلي إيوا واخا لالا. إيوا نتي جيتي عند سمية، خص سمية تفيقك شوية. أييه هاي خيرا هاكاك أخويتي. وقولي لي قارية شوية ولا والو؟ إيوا شوية تنحفظو القرآن. قارية ستي حيزم. ما قارياش في المدرسة؟ لا قارية ربع سنين مكملاش، ماشي من المدرسة. مرحبة الأمية. أييه إيوا. وخدامة ولا باركة؟ إيوا خدامة. أنت الخدمة هادشي ديال الأناشيد. أه كتريتو هاد الأناشيد زوينين، هادوك تريتو هاد الأناشيد كيعجبوني أنا كنجيبوهم عندنا. الأخوات. الأخوات الأناشيد. واخا مزيان. كتخدمي مع شي تريتور ولا بوحدك؟ لا تخدم مع الأخوات. مع الاخوات مزيان. السيده دي متدينه كتقول الاخوات. اه ركزوا على الاخوات. متدينه دايره النقاب. دايره النقاب مزيان منقبه. اييه ايوا ايوا. دابا عرفتي شنو شحال ديال التناقض من منقبه لفاتي. واه انا علاش راه فاتي راه كتلبس تجي مقطع كتشوف راس اللي حواليك ما ساقيط هادو. قول لي يا فاتيحه كتقبلي التعدد؟ بوحدي. كيفاش بوحدي؟ كنت بوحدي. عاد تسكن بوحدها. لوجيك لوجيك السيده، لوجيك لوجيك يا السيده. تقبل وتعدد. اييه تقبلي تعيشي مع عائله الزوج ديالك؟ يعني الا قال لك مي ما عندي من نخليها ولا با ولا كذا. اها حنينه. اييه كتصلي انت يا متدينه زعما على حقك طريقك؟ اييه سيده مع لالا. اه انا مدينه. مزيان برافو عليك.
قول لي ودي لا فاتحه ما عندكش شي مرتد داوي عليه؟ لا بخيتي ما عندي حتى شي حاجه الحمد لله، اللهم الحمد لله. العافيه. الراجل اللي تقلبي عليه شحال يكون في العمر ديالو؟ ما يكون كبر مني وصافي 30 60 عام 65 عام. حد 50. حد 50 عام. لحقاش انا زايده في 84. 84 و 84 راه ماشي 84 زايده 84 راه يعني عندك الى 84 تكون عندك دابا يلا 40 عام ماشي 48 عام. زايده في 84. وعلاش قلتي عندك 140 عام؟ ياك صافي. المهم انا لاكارت ديالي زيت وقت فيه 84. 84 يعني 40 سنه ماشي 140 سنه. لا 40 سنه. 40 سنه فاسيل حنينه واخا ودي لا فاسيل. هذا الراجل اللي كان مطلق وعنده ولاد ولا مثال المراه وعنده ولاد وتربيهم معاه؟ مطلق وعنده وليداتو؟ ومعاه تقبلي عليهم؟ معاه ماشي مشكل غنحسبهم بحال ولادي. بغيتيه يكون في فاس ولا في اش مدينه فين بغيتيه؟ فين ما كان ماشي مشكل، يا طنجة يا الرباط يا الدار البيضاء ماشي مشكل. مزيان لا الله ما يسي ولا تعسي. دوزي عندي الواتساب صيفطي شي اوديو في مواصفاتك ان شاء الله. الله ما يسي. مع السلامه. الله فتيحه بسلامه.